بينما كان أسود الأطلس يحصدون الانتصارات خلال مواجهاتهم بالمونديال، كانت جدلية الهوية مشتعلة على وسائل التواصل. هل المنتخب المغربي عربي أم أمازيغي؟ السجال تصاعد عقب تصريحات الرجراجي عن إنجاز مغربي أفريقي، فانهالت التعليقات على مواقع التواصل حول هوية المنتخب المغربي، فمنهم من رأى بذكر أفريقيا ابتعاداً عن العروبة. ولك عربية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، المغرب عربية عربية. وآخرون ردوا بأنه منتخب أمازيغي يمثل أفريقيا. شمال أفريقيا أرض الأمازيغ، نحن عجم، لا علاقة بيننا وبين العرب. طبعاً الأمازيغ هم السكان الأصليون لشمال أفريقيا، وما زال عدد كبير منهم متمسكاً بهويته العرقية واللغوية الأمازيغية. لا توجد إحصاءات رسمية حول أعدادهم في المغرب، إلا أن بعض الدراسات غير الرسمية ترجح أن نسبتهم قد تصل إلى 60%. سموهم كما شئتم، عرب، أمازيغ، أفارقة، مسلمين، ولكن ما لا شك فيه أن أسود الأطلس وحدوا جميع تلك الفئات بإنجازهم الكروي التاريخي.